هذه امامكم شريف الوزاني وكذلك مراد مزيان، وكلاهما لعب في فريق المولوديه. اما مزيان فموجود الان في الجمعيه، يتصافحان امام انظار الحكم، حكم اللقاء السيد يوبي. يا مشري بشير وقايد نصر كيلا الفروة، أول هدف بعد سوء تفاهم في الدفاع بين عناصر لصالح الجمعية. وبن شرقي ربيع غلط الحارس عاصمي، يمررها ويخادع بالفعل الحارس. هذا لشار الله سيد مجاج، وهو أن الفريقان دخل مباشرة المقابلة بدون انتظار. وخطيرة هذه الكرة، ولكن دفاع الجمعية، لكن من جديد الدفاع يتصدى وضغط على منطقة الحارس الصاولة، ويسجل هدف ضمن مشري بشير يعدل النتيجة بعد دقيقة من تسجيل هدف الجمعية. مقابلة في القمة إذا، وبالعتوي عمار في حديث مع مراقب الخطوط. إذن مشري بشير كما يشير للزملاء هو اللي عدل النتيجة، تكهن السيد مجاج كان في محله، وكأن مشري بشير يرد على بن شرقي في ظرف دقيقة واحدة. كل ما نتمناه أن هذه المقابلة اللي جلبت جمهور غفير وغفير جدا لم يشهده ملعب الشهيد أحمد زبانة منذ مدة. خلفة بعيدة على منطقة الحارس كريم صولا في التنفيذ، حدو وروعة من الحارس كريم صولا اللي خذ ثقة كبيرة هذه الأونة الأخيرة. ومن بجنبه مشري، مشري وقف كورتو يحاول يراوغ ناحية عمران رشيد، عمران رشيد ناحية قايد وقذفة بعيدة، لكن الحارس كان بالمرصاد. المدافع الأيمن يفتح ناحية حدو، فتحة طويلة وقايد نصر، كانت كرة خطيرة من قايد نصر، لكن صولا كريم ترقي ربيع على الجهة اليمنى مسجل الهدف ناحية مزيان مراد اللي يحاول يتوغل في الوسط، يفتح ناحية مكي أو دهام، كانت خطيرة هذه الكرة لكن مرت جانبية. في هذه الأثناء يعلن السيد الحكم السيد يوبي